به أسلم سأقبل كل شيء توضيحهم وا 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 با 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 هب 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 وخاصة هاني رجعت صح أحمد أمين مساعد بزلت جي فين خلاتنا نتفهم معك به سيريو اليوم ولي حسن الحظ أنا فرحان ياسر خاطر ولي حسن الحظ تونس سنوت وليت كيما فرنسا ولي حسن الحظ وحتى احنا ولا عنا ستروس كالم تاعنا ولي حسن الحظ باهي شهيق زفير صح احمد امين مساعد ايه طب الصحفي القمقومه وصديقتي ألفة رياحي اللي عايشه في بلاد الهاو هاو كتبت مقال يخص وزير الخارجيه متاع بلاد الهاو هاو رفيق ستروس شليكا ونشرت فيه فاتورات خلصهم وزير الهاو هاو في نزل اللي سماه هو الشيراتون قال الوزير في اذاعه كابوسان اليوم الصباح انه البيت في الشيراتون تخص ظروف العمل وقال يا اخي كي واحد يشتغل في منصب سمح كيما هكا وعنده مقابلات لازم يصيروا في الفنادق لهيبه الدوله وقيمه الدوله معناها قيمه وهيبه الهاو هاو ما يصيروا كان في الفنادق وخاصه المعمره في العقد الثالث اللي حسب تعبيره قريبته واللي على خاطر وقتها كوفر في على حسب تعبيره يا اخي بكل حنان وعطف وحب في الانسانيه خلص عليها شامخ حبه حبه يا اخي مذيع كابوسان وسيم الجميل قالوا لا 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 لا, لا وقتها مش كوفر في على خاطر كوفر في وفي في نهار 15 جوان وانت استذنت المرأة في 18 جوان وانت رفيه الكوفر في ايش انفخش البوخ يا حيد الابن في الحكاية انه محامي اسمه فاتي براثمان لايوني المكلف بنزاعات الهاو هاو رفع قضية بالزميلة أرفا الرياحي وقال عملت القذف وتشويه اطار سامي بالدولة ملا فزيت وفي نفس الوقت المواخير في سوسة والقروان مسكرين ونساء العاملات في الجنس متعرضات للعنف دون حماية الدولة أي وين خلطنا؟